الدراري هما جايين اجي جي 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 جي. اجي نشوفوا شنو غاديين يقولوا لينا اليوم. الشمس شويه شويه ضربك الشمس لا ما ضربك الشمس دابا ملي غتفيقوا مع المغرب والتوني كي جاك التوني زوين واه ناضي عرفتي الصمت ديالك قبل بدايه المقابله ما بين فريق المنتخب المغربي والمنتخب المصري؟ الصراحه المنتخب صعيب الماتش صعيب حيت بجوج المنتخبات عندهم نفس النيفو تقريبا ولكن نقول ان شاء الله المنتخب الوطني هو اللي يربح ان شاء الله. صديق ديالك سمعي انت ضربك واقيلا الشمس باينه. لا ضربنا الشمس لا صافي جا ما تبقاش ضربك الشمس. قول لي الصمت ديالك قبل بدايه المقابله. ماتش شويه قاصح والمنتخب ديالنا فيه شي دفوات يقدر كنقول انا نقدر يخسر العكس ديالو انا. ما خويا ما فهمتش مش كيبان لي منتخب عيان هذا العام وصافي عيان صافي عيان وبعيدا عن التشاؤم شنو ممكن كاع ما كاينش شويه الحماس هنا زعما عندنا ثلاثه لاعبين ولا اربعه لاعبين هما اللي مزيانين ما تبقى حكيمي زعما تقصد حكيمي كاين حكيمي بوفال حارس زوين زوين واعر ناضي ورد ديال ميسي علمنا نتمنوا التوفيق ان شاء الله امين. اذا السلام عليكم لكل متابعين قناه اخبار الفجر المغربيه من داخل وخارج ارض الوطن. اليوم غنزلوا للشارع ونشوفوا الاراء ديال المواطنين واش متحمسين واش غادي يقولوا كره مغربيه او لا يقولوا كره مصريه وبقاو معايا متشفشين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اللهم لك الحمد اختي بارك الله فيك. رفعنا هذا الوباء بعدا الاولى امين. الله يحيد عنا اختي هذا المرض وهذا الوباء. الله يفرح جميع المسلمين اختي. قولي واش الكره اليوم غتكون مغربيه ولا مصريه؟ لا مغربيه اختي. الله ينصر المغرب الله يعاون المغرب. هادشي كنطلب الله اختي ان شاء الله. ان شاء الله. في نظرك المغرب شحال الكره يماركي؟ واخا جوج ولا ثلاثه المهم غيدوز. جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا يدوز غيدوز ان شاء الله. وفي الحقيقه الانتصار غيكون شيق اليوم بالنسبه المنتخب المغربي اللي تتوفر على مجموعه في الحقيقه كامله اللي تتوفر على مجموعه شابه لجان اللي هما في الحقيقه تيكملوا المقابله باش يبداو باش يساليو وانتصار ولا كوب ان شاء الله غادي يكون مغربي ديما مغرب وانتصار غيكون اليوم. بالنسبه محمد صلاح ديال ليفربول ماشي هو محمد صلاح ديال الكان يعني منتخب مغربي غادي يكون في المستوى اليوم جوج زيرو ان شاء الله مربوحة ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليك. الحمد لله الله يبارك مبروك ان شاء الله. اييه بارك الله فيك. الفرحة ديالك المنتخب المغربي اليوم المنتخب المصري التوقعات ديالي بان احنا كنقولوا المنتخب ديالنا يقدر يوصل لواحد النتيجه اللي هي جد مشرفه. الى ربح المنتخب المصري شنو نقدروا نقولوا؟ احنا ما نقدروش نقولوا المنتخب المصري غادي يربح لان احنا الحظوظ ديالنا اكثر من ديالو. اذا تتبعتي المقابلات اللي دازوا من قبل بالنسبه للفرق كاملين كان ضعيف اللي يربح المنتخب المغربي هذا فرح كبير نسبيا واللي بغيت نعبر عليه انا بان 100% هاد لي جون وهاد الشباب اللي شنا دابا وشنا اللعب ديالهم وشنا هاد التيك تاك وشنا الكوره يعني بمعنى الكوره تنظن انا رابحين. ما كاينش شفنا المتعه الميدانيه. نعم شفنا المتعه داخل الملعب وفي الحقيقه فرجونا الحقيقة رجعونا اللعب ديال الثمانينات وفكرونا بعد اللعابة كابو دربالة كأنافال كحسينة فكرونا يعني الصراحة هي بصراحة عجبونا وبرعونا. شنو نقولوا كرة مغربية؟ كرة مغربية مغربية اي مغربية وحتى الكاس غيكون مغربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالفضل ديالنا بالفضل ديال الكوايري الكبير هو محمد السادس. الحمد لله شفنا مع جميع الميادين اقتصاد شباب كرة رياضة والله إلا فرحانين بالله. إذا أنتم كشباب سعداتكم بزاف كاع كنا بزاف ديال كلشي الحمد لله ولا عندنا صحافة شوارع طرقان وطيلات سياحة الله يبارك في عمر سيدي الله يكبر بيك.